منا لا يستعمل الصابون الطبيعي أو الاصطناعي، فالكل حسب رغبته واختياره. اليوم في طلة الصباح حبينا نعرف كيف يصنع الصابون الطبيعي وما هي أهم مراحله مع السيدة فاطمة. تابعوا معي في هذا الروبورتاج. معكم السيدة مدني فاطمة، مهندسة دولة في الكيمياء التطبيقية وحرفية في صناعة الصابون. فكرة صناعة الصابون الطبيعي، يعني الفكرة هذه جاتني من الأهل تاع زوجي، خاطر الأهل تاع زوجي هما من منطقة القبائل تاع بني ورتيلان. كاين يعني الأهل تاع الزوج تاعي كاين اللي يخدموا الصابون. اليوم إن شاء الله نتعلموا كيفاش نخدموا الصابون على الطريقة الباردة. الحاجة الأولى اللي نتعلموها سي كومو شوميزي أن مول. الحاجة الأولى اللي نديروها سي نوزنوا الهيدروكسيد الصوديوم اللي هي الصودا الكاوية NaOH. لازم لنا يكون شغل طاس هكذا، يا اون اينوكس ولا حاجة اون بلاستيك دور ولا حاجة تاع زجاج. ولا ذاك اليوم يعني جاتني الفكرة ووليت للبيت تاعي وخدمت صابون. الحمد لله ملتم وانا نخدم صابون ونتبادل يعني الآراء مع الأستاذ نتاعنا عبد القادر وندير الوصفات ما شاء الله بمختلف الإضافات. الوصفة يعني هي طبيعية على الطريقة الباردة، صناعة الصابون طبيعي على الطريقة الباردة، فيه عدة زيوت نباتية طبيعية. الزيت الأساسي تاعنا هو زيت الزيتون وزيت جوز الهند وعدة زيوت أخرى. عندنا زبدة الشيا، عندنا شمع النحل، عدة زيوت أخرى باش تعطينا يعني صابون يكون مليح صلب ويرغون مليح وعنده قدرة تنظيف ونقدروا ما نبيعوه. دوك هاتيكا نستعملوا لو بور دو كاريتي، زبدة الشيا بور دو كاريتي. عندي تاني لو بوا تاعي، هنا وجدنا زيوت الصلبة. ها دوك هاتي كنجوزو نوجدو الزيوت السائلة. الزيت توجور لي ميزور، الوصفة قدامي والحمد لله. من بعد من تما جاتني فكرة وخدمت مشروعي الخاص، درت صابون سميتو صابون غيفا والحمد لله نبيعو ونشارك في عدة معارض. قلت وعلاش ما نعلمش الناس، نمد لهم نديروا دورات في تعليم هذه الصناعة اللي هي قليلة بزاف بزاف في بلادنا. والحمد لله يعني ما شاء الله لقات إقبال كبير جدا جدا. ونخدم في غرفة الصناعة والحرف وعندنا هنا في المركز الثقافي عز الدين متجوبي تاني نخدمه. الحمد لله ما شاء الله. صافي بليزير، حاجة في بليزير يا مدام سالي، الله يعطيك ما تمسي. تجيبيها لبا وصلها هنا. إيه هاكي. دوكا هادي اللي توزنوها دوكا اون با كوبي لو دوزيام. صناعة الصابون الطبيعي هادي نستعملوا المواد الطبيعية، يعني حتى باش ندير الألوان ندير نستعملوا المواد الطبيعية. نستعملوا يا إما نباتات كيما نبتة الحريق ولا إكليل الجبل ولا زعتر، عندنا عدة نباتات. ولا كاين أمور أخرى كيما الطين، عندنا الطين الخضراء والطين البيضاء. الطين كاين الطين مام الورديه، كاين عده الوان نستعملوها باش الصابون ما يخرجليش انا من الطابع الطبيعي. لازم يكون طبيعي باش يحمي لي البشره تاعي. وثاني هادو الاضافات فيهم يعني فوائد للبشره. سيليكون لي بيتي مول، لي بيتي مول سيليكون، كاين سيليكون تعيد ديك فاش واش حط فيه ما كانش اودي. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الطلة من طلات الصباح، نضرب لكم موعدا آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.